هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كريم علي، أهلا بيكم. في قوانين في الدنيا ما تعلمناش في المدارس ولا حد قالها لنا، للأسف احنا تعلمناها بالطريق الصعب، خدنا درس صعب قوي فعرفنا القانون ده. النهاردة هقولك على 3 أو 4 قوانين هديهم لك على الجاهز، حاول تطبقهم في حياتك، لو عرفتهم هتجاوب على أسئلة كتير ومش هتقف في مشاكلك كتير، والحياة تستمر معاك من أحسن لأحسن لأحسن. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. القانون الأول، قوانين الكواليس. احنا كل جمعة بنقرأ سورة الكهف، سورة الكهف دي فيها قانون الكواليس متكرر كذا مرة. لما سيدنا الخضر وسيدنا موسى كسروا السفينة، هل الناس بصحاب السفينة عرفوا هي اتكسرت ليه؟ عشان يحميهم من الملك، بس هم ما عرفوش. الأب والأم الصالحين اللي ابنهم مات، هم عرفوا الولد ده مات ليه؟ عرفوا ان هو كان خير ليهم موت الولد ده. الأولاد اللي كان تحت السور كان فيه الكنز بتاعهم، عرفوا ان في حد جه، هم ما يعرفوش وبنى لهم السور عشان يحافظ على الكنز بتاعهم. احنا بيحصل معانا كل يوم نفس القصة، بتحصل حاجة انت مش عارفها، بتحصل حاجة ربنا بعتها لك بس انت ما تعرفش هي ليه وحصلت ليه وشمعنا انت وشمعنا في الوقت ده. بس دايما قوانين الكواليس، او الكواليس يعني بلغة المسرح الجزء الخلفي اللي محدش بيشوفه، عشان الكلمة ما تبقاش صعبة على الناس. فدايما تأكد ان كل يوم انت بتعمل حاجة، في حاجة بتحصل لك، ظروفك صعبة، معكش فلوس، حد مات من عيلتك، حد حصل له حاجة في ولادك، حاجة حصلت لك في الشغل، بلدك حصل لها مشكلة، في قانون الكواليس شغال، في حاجة بتحصل لصالحك، مفيش حاجة في الدنيا دي بتحصل عكسك. تأكد من رحمة ربنا، تأكد ان انت مش ممكن ربنا يفهمك كل حاجة، ومش ممكن يبقى عندك تبرير لكل حاجة، يكفي فقط انك تعرف ان كل الكواليس بتحصل عشان مصلحتك انت، وعشان توصلك لحاجة انت عاوزها، او توصلك للمكان اللي انت هتوصله في يوم من الايام. ده القانون الاول. القانون الثاني، قوانين الأبواب. يعني إيه؟ كلام النهاردة كلام كبير. قانون الأبواب يعني أنت ما تعرفش أنهي باب هيفتح لك، وما تعرفش إمتى هيفتح الباب المناسب ليك. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عشان أنا ككريم أوصل لمثلا لهذا النجاح، أنا خبطت على مثلا 8 أبواب أو 9 أبواب، أو محاولات أن أنا أحسن مستوايا 6 أو 7 مرات، كل مرة ربع نجاح، مرة فشل فظيع وزريع، مرة يعني مش عارف النتيجة ايه، اخبط على الباب لغاية ما اجيب اخره وبرضه مش مفيش نجاح والطريق مش سالك، ابتدي بعد فترة ابتدي اخبط على باب تاني لغاية ما بيفتح الباب المناسب ليك. جوه الباب ده تعويض عن كل الابواب اللي انت خبطتها قبل كده، تعويض عن كل التعب اللي انت تعبته حتى لو مش ملاصق ليه. مثلا يعني انت بتتعلم مثلا لغة صيني، قعدت 3-4 سنين تتعلم لغة صيني وما نفعتش اللغة الصيني معاك، اتعلمت ألماني فالألمان اش لقيت شغلة وجات لك فلوس كتير، الصيني ما راحش، انت ربنا اداك الأجر بتاعه، أجر السعي بتاع اللغة الصيني لما فتح لك باب اللغة الألماني. يا رب يعني أنا ضيعت عمري 3 سنين أتعلم صيني ليه؟ لأ، أنت ربنا هيعوضك على كل تعبك. ربنا ما بيحاسبش على النتيجة، بيحاسب على السعي. مهم أوي النقطة دي قدام، يعني أنا بقول لكم من قدام الحاجات دي، والله ما حد قال الكلام ده، ناصح أمين ماذا أقول. فانت كل تعبك ما بيروحش، كل مذاكرتك، انا ذاكرت جغرافيا وذاكرت حساب وذاكرت حساب مثلثات، دلوقتي انا دكتور، نفعتني بايه؟ ما نفعتش بحاجه. لا، فتحت مخك، ربنا خلى الطب يجيب لي 8 تعب الحساب والجغرافيا والتربيه الوطنيه واللغه الفرنسيه، كل حاجه اللي اتعلمناها، ربنا بيحاسبك على السعي. اسعى كتير، ما يهمكش ان الباب قفل في وشك، ما يهمكش ان الباب ده ما بقاش منه خير، ما يهمكش ان الطريق ده ما ادكش حاجة. في يوم من الايام ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. احسن عمل في ايه؟ في اي مجال، في اي حاجة، في اي وقت، كل دقيقة بتبذلها في جهد انك تبقى احسن وانك تحقق خلافة ربنا في الارض، ربنا هيجازيك. يجازيك ازاي بقى؟
ومن انهي طريق بقى وامتى بقى دي بتاعته هو سبحانه وتعالى. انت ملكش دعوه، فما تندمش على اي تعب، ما تندمش على اي حاجه خير، ما تندمش على محاولاتك المستمره انك تبقى افضل ومفيش فايده. اوعى تبطل تحاول، والله ثم والله هيفتح الباب المناسب ليك وهيعوض مئات ولا عشرات البيبان اللي اتقفلت في وشك قبل كده. ده القانون الثاني. القانون الثالث قانون الوفره. إن هذا رزقنا ما له من نفاد. يعني إيه؟ ربنا عنده كل حاجة، ربنا عنده المال بلا عدد والبركة بلا عدد، ويديك أولاد بلا عدد، ويطلعك يعيشك في كاليفورنيا ولوس أنجلوس بدون أي تعب على ربنا عز وجل. عنده وفرة. آمن بقانون الوفرة، ده مهم جدا. لو أنت أمنت أن رزق ربنا ما بيخلص، عمرك ما هتخاف على الفلوس، وعمرك ما هتستنى في وظيفة ربع كم ولا نص كم فسكوني عشان مش لاقي غيرها، عشان ما لو المرتب راح هعمل إيه. عمرك ما هتفضل في دايرة الأمان، لأن الرزق ما بيجيش من الوظيفة، الرزق ما بيجيش من البلد، الرزق ما بيجيش من الجوازة، الرزق ما بيجيش من أي حاجة إلا من ربنا ما له من نفاد بسعيك. لو أنت عرفت ان ربنا عنده كل حاجة والدنيا فيها كل حاجة وبلا عدد، هتدي الناس حتى لو معكش فقير هتتصدق، هتدي من وقتك لمساعدة الناس حتى لو انت فاكر ان الوقت ما عندكش وقت. لا، ده ربنا رزق، ربنا في الوقت ما له من نفاد. ده الكرم اللي انت بتعامل بيه الدنيا. الدنيا سيركل، امنت او ما امنتش اللي انت بتدي للدنيا بتاخده. لو اديتها كرم حتى لو معكش فلوس هتديك كرم. لو تصدقت وانت معكش فلوس ربنا اكرم منك فهيديك اكتر. لو ساعدت حد ناجح وانت لسه ما نجحتش ربنا هيرد لك النجاح اضعاف مضاعفه. قانون الوفره، في من اللي انت عايزه بوفيه مفتوح، اي حلم في حياتك موجود عند ربنا. اوعى تخاف ما يجيلكش، اوعى تحس ان الدنيا مقفله عليك، ده وقت لا، انما الوفره موجوده، بس انت ما بقتش مهيئ انك تستقبل هذه الوفره، او انت مش فاتح دنيتك، مش بتصرف او مش بتعمل ثمن الحاجه اللي تجيلك. عايز فلوس، اصرف فلوس صدقات، علم نفسك، اصرف على نفسك، اصرف من وقتك، اصرف من صحتك، وحس ان في وفره. ربنا هيديني كل حاجه، ربنا عنده كل شيء. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. لو عايز إيه؟ تريليون دولار عند ربنا ممكن يبعتهولك، بس اشتغل الشغل وحس إنك تستحق ده، ودي بما يوازي اللي أنت عايز تاخده، جهد وعرق وأيام وسهر ومحاولة واثنين وتلاتة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. كل حاجة عند ربنا، بس أنت آمن. اوعى تمسك على الفلوس، تمسك على العلم، تمسك على النجاح، تمسك على الوقت. ادي ادي، لان لما انت تدي اكتر ربنا بيديك اكتر واكتر، لان هو الكريم. القانون الاخير، احنا طولنا النهارده. مفيش حاجه تحت الشمس او تحت السماء بتحدث بدون سبب. كل ما ارسل في طريقك له سبب. فانت لو فكرت ان اللي بيحصل لي ده ليه سبب هتهدى شويه. المرض ده ما جالكش كده، الفقر ما جالكش كده، الجوازة ما جاتلكش كده، مرض ابنك ما جالكش كده، مرض قلبك ولا السرطان ولا ما جالكش كده. كل حاجة مبعوتالك بسبب، والسبب من اللي بعته؟ ربنا. دايما افهم، حاول تفهم عن ربنا، حاول تفهم الرسالة. اتنين جالهم سرطان، واحد قال اشمعنى انا خلاص دي نهايتي، ده موتي، ده تلاقي ربنا بيعاقبني على اللي انا عملته، يكتئب والمناعة تقل والسرطان يكسب ويموت. نفس العيان او يعني نفس المرض في عيان تاني، لا انا اقدر اعدي بفضل ربنا، انا هعمل كل اللي عليا واصلح مناعتي واخد الادويه وامشي زي ما الكتاب بتاع الطب بيقول، وامشي زي ما ربنا عايزنا، انام كويس وامشي واعمل رياضه و لان ده فتره وتعدي. يعدي ملايين الناس عدت من السرطانات، ملايين ملايين، كلمه ملايين خفوا من السرطانات 10 70 80 سنه. طب ليه ده مات وده؟ لان هو ده فهم ان ده في سبب لصالحه، في سبب، في درس هنا. كل حاجة مبعوتالك بسبب، تتعلم الدرس، تعدك لشيء في المستقبل، تكتسب خبرة لحاجة معينة، تاخد بالك من حاجة معينة. بس للأسف الدروس بتاعت الدنيا صعبة. ليه؟ لأن احنا مخلوقين، اللي بيجيلي بالسهل من غير ما تألم ما بيعلمش فيا. عشان تتعلم صح لازم يتقرس ودانك كويس، لازم تاخد درس محترم، لازم حاجة تعلم فيك. لو أنا عملت لك كده هو بعد دقيقة هتنسى، إنما أنا لو رزعتك ألم ولا مش ألم، إيه لو ضربتك بسكينة في وشك مثلا هتفضل طول عمرك فاكر دي.
طول عمرك هتخلي بالك من وشك بعد كده. هي الدنيا كده، أسلوبها كده، تعاملها معنا كده، بس في الآخر عايزة توصل لك رسالة. كل حاجة في حياتك حتى لو أنت معرفتش في سبب، والسبب في الآخر بيبقى لصالحك. أربع قوانين اتعلمتهم بالطريق الصعب، بديهولكم يعني بطريقة سهلة. يا رب ما تكونش الحلقة طويلة، انشروا هذه الحلقة وانشروا الأمل، وانشروا أن أفضل أيامك لسه مجاش. كل حاجة هتبقى تمام في الآخر، ولو أنت ظروفك مش تمام يبقى أنت لسه مش في الآخر. أنا كريم علي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه ونب. نتقابل المرة الجاية. السلام عليكم، باي. من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعبي.